وبينما نسير على هذا الطريق، طريق تمهيد الأرض لتنمية مستدامة حقيقية، لم نغفل أن لدينا مسؤولية كبرى تجاه شعبنا العظيم باحتياجاته المعيشية والتنموية. ولذلك فضلنا بدلا من إضاعة مزيد من الوقت وإهدار مزيد من الجهد في التحايل على مشكلتنا الاقتصادية أن نواجهها ونتعامل مع جوهرها. كنا وما زلنا في سباق مع الزمن لتصحيح الاختلال في الاقتصاد وتوفير سبل المعيشة الكريمة للمصريين. قطعنا طريقا صعبا ونحقق تقدما سريعا. وبرضه هنا اسمحوا لي اخرج عن نص الخطاب اللي موجود دوت واقول احنا حاولنا نواجه المشاكل اللي موجوده عندنا هنا بصدق وبامانه. اي حد في مكاننا ما كانش هيعمل كده. يعني انا معناه ان انا بقول ان ده تمييز للحكومه اللي موجوده او للرئيس اللي موجود، لا ما اقصدش، لكن عايز اقول كان مخاطر الاصلاح الاقتصادي في ظل الظروف الصعبه دي كبيره جدا، وكان كل اللي المستشارين بيقولوا بلاش نعمل كده. وانا عايز اقول هنا في مسافه بين التوكل والتواكل، ومسافه بين الاخذ بالاسباب والافتنان بالاسباب. وبالمناسبه انا شايف ان في مسافه بين التوكل نفسه وبين الاخذ بالاسباب. حاولنا نراعيها بقدر الامكان، وقلنا فيها ان احنا لا يمكن ابدا نسمح ان احنا نستمر كمصر دوله انها تفضل بظروفها الاقتصاديه الصعبه ديت الى ما شاء الله. لا، قلنا هناخد الطريق الصعب وتوارت وتنحت كل المصالح الشخصيه. كل المصالح الشخصيه تنحت، واحنا مصرين على ان احنا ناخد طريق البناء والتقدم والتنميه. مصرين عليه ليه؟ مش احنا بنتكلم لسه على ان احنا عندنا رضاء بقدر الله؟ صحيح، ومسلمين امرنا لله. صحيح، طيب انا براضي بقدر الله ومسلم امري لله. صحيح. النتائج احنا بناخد بالاسباب بقدر الامكان دون افتنان بها، وبنتوكل على الله دون التواكل عليه. بنتوكل على الله دون التواكل عليه. ما في يعني الناس بتقعد تدعي ليل ونهار بقالهم الاف السنين. ما تظلموش الدعاء. ما تظلموش الدعاء. اعملوا او احنا بنحاول نعمل.